واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي، بحاول اخبي دموعي حتى اللي كانوا يوم جنبي جرحوا قلبي وقتلوني وكانوا مبسوطين بدموعي، وانا بس ايه كان ذنبي؟ ابص جنب الاقي اللي مني كارهني وبيخونوني. الدنيا يا ما زدني وعلمتني ان حواليا اشخاص كتير مستني اوعي. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي، بحاول اخبي دموعي حتى اللي كانوا يوم جنبي جرحوا قلبي وقتلوني وكانوا مبسوطين بدموعي، وانا بس ايه كان ذنبي؟ ابص جنب الاقي اللي مني كارهني وبيخونوني. الدنيا يا ما زدني وعلمتني ان حواليا اشخاص كتير مستني اوعي.